كبد دجاج مع دبس رمان صنوبر للتزيين، وديت ممكن تعمل بعسل اسود لو حبيت. بالنسبه للكبده، كبده الدجاج بتبقى هي قطع صغيره مش محتاجه اقطعها، دي الثانيه بيبقى حجمها كبير، دي كبده بقري. وكبده الخروف برضو بتبقى كبيره. عشان اعمل الكبده واخليها عصاره تبقى عصاره متماسكه جواها، بجيب الطاسه واسخنها جدا واحط الزيت وبحط الكبده مره واحده، يعني الزيت تقريبا في نفس الوقت اللي بحط فيه الكبده عشان ما يطلعش دخان، لان الطاسه بتكون سخنه. لما بغطيها ما بغطاش تماما، بس عايزها تتكمر شويه، واتاكد ان انا افضل اقلب فيها علشان قطع الكبده دي تستوي من كل ناحيه، كل جانب فيها بيبقى في الحته البني اللي احنا شايفينها دي اللي هي بتبقى متحمره، وده المطلوب ان انا اسويها من كل حته، ما يبقاش في حته مستويه وحته لا، واحاول اتخلص من معظم البخار او العصاره اللي موجوده فيها. زي ما احنا شايفين الطاسه ابتدت تبقى ناشفه، وده المطلوب. انا عايز طعم الكبده بس اللي انا ادوقه، مش عايز ادوق طعم اي حاجه جوه. بعد ما دوت كل العصاره ديت بتخلص، بضيف بعد كده المنكهات. وبنكه الكبده اللي هي ممكن احط شويه ملح، فلفل، كمون لو حبيت، وده بيكون الخلطه بتاعتي. لو عايزين تضيفوا بهار ممكن. وهنا بضيف شويه ميه صغيرين. طب ليه حطيت ميه بعد ما انت سبتها تبخر؟ اللي خليتها تبخر العصاره اللي جوه الكبده، الميه علشان تخليها طريه شويه. وبحط دبس رمان، وممكن استعمل عسل اسود لو الدبس مش موجود. بعدين بكمل تسويه الكبده اللي هي بقت متغطيه بالنكهه اللي انا حطيتها، واتشربت كل البهارات اللي انا حطيتها. بمجرد ما تبتدي احس انها استوت، احطها في طبق مع العصاره دي، ممكن اكلها مع خبز او بالطريقه اللي انتوا تحبوها لو حبيتوا مع الرز. بزينها بشويه رمان لو عندي رمان طازه، وبحط معاها شويه بقدونس لو حبيت، وصنوبر بحمصه شويه. وده هيكون طبقنا اللي بالدجاج او كبد الدجاج، اللي اتمنى يعجبكم، وان شاء الله ينال رضاكم، وبالهنا والشفا.